نظمت وزارة تطوير القطاع العام برعاية رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور اللقاء 11 لمنتدى القيادات الحكومية الذي يأتي بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين قيادات الجهاز التنفيذي الحكومي على اختلاف قطاعاتها. وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدي أوضح أن الحكومة تدرك أهمية إصلاح وتطوير الإدارة العامة لأنها أصبحت متطلبا رئيسيا لنجاح التنمية المستدامة والشاملة في ضوء تقلبات المنطقة والتحديات التي تواجه الإدارات الحكومية والتي تستدعي دورا أكثر مرونة في القطاعات العامة الحكومية خلال المرحلة المقبلة. استضفنا اليوم في اللقاء 11 لمنتدى القيادات الحكومية مدير مركز تميز الخدمات العامة في سنغافورة والتابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد تحدث الضيف عن التجربة السنغافورية وتجارب أخرى من مختلف دول العالم متميزة، بالإضافة إلى تحدث عن كيف نطور الخدمات بشكل عام، كيف نغير في طريقة تفكير القيادات في الجهاز الحكومي اتجاه العمل الحكومي، كيف نغير في عملية تطبيق البرامج والخطط والمشاريع بهدف إحداث يعني تطوير حقيقي في أداء الجهاز الحكومي وتقديم الخدمات الحكومية.